الخريطة الأولى في ضوابط الأرباع. أول سؤال: ما فضل سورة الفاتحة؟ من قرأها بتدبر له 4 جوائز: 1. صحت صلاته وزادت حسنته. طب إنه ما قرأهاش أو قرأها نقص حرف تبطل صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الجائزة الثانية: هداه الله الهداية الكاملة والمستمرة. ليه؟ لأن النبي قال: إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالعبد بيقول اهدنا الصراط المستقيم، طب ما هو على الهداية. طلب الشيء بعد تحصيله طلب لكماله ودوامه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فيا رب اهدينا الصراط المستقيم هداية كاملة، هو ربنا بيقول لعبدي ما سأل. الجائزة الثالثة كانت علاجا من الأمراض، لأن أبي سعيد رقى بها والنبي قال له إنها رقية. الرابعة: عند تلاوتها لها أجر عظيم لأنها أعظم آية من القرآن. طب ما الدليل على أنها أعظم آية من القرآن؟ نص النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أعظم سورة في القرآن، وهي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ونزلت من باب خاص مع ملك خاص، والملك ده بعد ما نزل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. طيب نبدأ بقى نخش في سورة الفاتحة نفسها. سورة الفاتحة بتتكون من 3 حاجات: أول حاجة اعتراف بالعجز والاستعانة، بسم الله يعني أستعين بأسماء الله، الرحمن الرحيم يعني بستعين بأسماء الله الذي يملك الرحمة العامة والخاصة. الرحمن الرحمة العامة زي الأكل والشرب والصحة والزواج، والرحيم الرحمة الخاصة زي الإيمان والإسلام. وقال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن علم القرآن، فالرحمة دايما بالمؤمنين، الرحيم بالمؤمنين. ده أول معنى. المعنى الثاني: بمدح ربنا ب4 صفات. المعنى الأخير: بطلب من ربنا الطلب بقى اللي أنا عاوزه. يبقى بقول أنا عاجز وامدحه ب4 صفات واطلب منه الهداية الكاملة المستمرة. طب إيه الـ4 صفات؟ أول حاجة: الحمد لله، يعني يا رب لك المحامد كلها، ليه صفات الكمال. رب العالمين، وأنت خالق الناس ومالكهم وحاكمهم. وبعدين تسكت سكتة عشان تسمع ربنا بيقول: حمدني عبدي، يعني نسب إلي الكمال. طيب المعنى الثاني: أن الرحمن الرحيم، يعني النعم كلها العامة لك والنعم الخاصة لك. الرحمن النعم العامة، والرحيم النعم الخاصة. طيب ربنا يرد يقول: أثنى علي عبدي، يعني مدحني بكل النعم اللي عنده. فالعبد ما يقول مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الحساب على هذه النعم. فما العبد يقول كده ربنا يقول: مجدني عبدي. المعنى الرابع والأخير: يا رب أنا لا أستطيع أن أطلب شيئا منك لأنني مقصر، فأنا بقول لك يا رب أنا والمؤمنين بنعبدك لوحدك وبنستعين بك لوحدك. ربنا يرد ويقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وبعد ما نطلب الهداية الكاملة المستمرة، هدينا الصراط المستقيم، يعني الطريق المستقيم، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، والهداية دي تكون مستمرة إلى يوم القيامة. وما يكونش طريق اليهود اللي عرفوا وما عملوش، ولا طريق النصارى اللي جهلوا وعملوا غلط. احنا عاوزين طريق اللي في العلم والعمل. طب في أسئلة بقى تحت الخريطة: ما حكم البسملة؟ البسملة آية مستقلة ليست من الصورة. ايه الدليل انها آية؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا قرأتم بفاتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. ده دليلها آية. والدليل إنها ليست من الصورة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة إن هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، اللي هي تبارك. فهي 30 آية من غير بسملة، فهي آية للحديث وآية ليست من الصورة. لإيه؟ للحديث التاني.
نزلت الفصل بين الصور. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه سورة إنا أعطيناك الكوثر، قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، وهي آية من الفاتحة لرسول الله إحدى آياتها، وآية من سورة النمل إجماع. السؤال الثاني، لماذا نحرص على البسملة؟ أول حاجة لأن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يكتب أي كتاب يبدأ بالبسملة. ونحفظ الوضوء لأن النبي قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ونحفظ الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها إحدى آياتها، فالبسملة في الفتحة آية، فلو محدش قالها في الفتحة بقى الصلاة بتاعته باطلة. ونحفظ المنازل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو العبد ذكر الله الشيطان يقول لا مبيت لكم ولا عشاء. ونحفظ بركة الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسك واحد أعرابي وسك جارية كانوا عاوزين يأكلوا من الأكل بدون بسم الله فيستحلها الشياطين. فانت ما بتقول بسم الله وبتحرص على اللي موجودين معاك بتحفظ بركه الطعام. ونحفظ الصيد لان اي صيد لم يذكر اسم الله عليه فانه ايه ميت. ونحفظ الابناء لان انت ما تقول عند الجماعه الحمد لله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ربنا بيحمي الاولاد بالدعاء ده. طب كيف تقرا في الصلاه مرات كتير؟ تبدا بالحمد لله على طول في الجهريه، ومرات قليلة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الجهرية. اللي بيقول الحمد لله على طول غلطان، واللي يقول بسم الله على طول غلطان. طيب بعد كده ما حكم قول أمين من في الصلاة؟ واجب، وفي خارج الصلاة دعاء ليست من الفاتحة لكن واجب، لأن الرسول قولوا أمين. جزاكم الله خير.